بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا هقول لكم ازاي تعملوا صوره مصغره. اول حاجه هتحتاجوا برنامج بيكسل لاب، هسيبه لكم في صندوق الوصف. هتدوسوا على التلات نقط اللي فوق وتدوسوا ايميج سايز، هتدوسوا على الكاستم وتدوسوا يوتيوب ثامب نيل وتدوسوا اوكي، وتدوسوا على علامه الزائد اللي فوق وتدوسوا فروم جاليري. هتجيبوا بقى الصوره اللي انتوا عايزين تعملوا عليها صوره مصغره، هتدوسوا صح. هتظبطوا بقى الصورة وتحطوها في المكان اللي انتوا عايزينه. تمام، هتدوسوا بقى فروم جاليري تاني وتجيبوا الصورة التانية. معلش بس اتلخبطت، هجيب بس الصورة التانية، امسح بس الصورة دي، نجيب الصورة التانية فروم جاري. دي الصورة، ندوس على علامة الصح ونحطها بقى في المكان. تمام كده، هتدوسوا بقى على حرف ال A اللي تحت وتدوسوا على علامة الزائد وتجيبوا اللي جنبي اللي في النص اللي عاملة زي الدورية. هتجيبوا اخر حاجه وتجيبوا علامه الساعه، وهتجيبوا بقى اللون اللي انتوا عايزينه نصه، دوسوا بقى على علامه الصح، هتدوسوا على نيو تكست اللي هتبقى فوق دي. تكتبوا بقى اي حاجه على الصوره المصغره، هكتب مثلا الاهلي اهلي. عايزين بقى تظبطوا الخط، عايزين بقى هتدوسوا على حرف ال A وتجيبوا اخر حاجة، هتجيبوا على AB فونت، هتنزلوا على اخر حاجة. عندكم خطوط كتير، انا هجيب خط عربي، انا هجيب الخط العربي، خط العربي، هتدوسوا على اوكي. عايزين بقى تحطوا كده عليه الوان، يعني عايزين ترسموا عليه اللون الاسود على جنب كده. عايزين تحطوا ديل، هتدوس على شادو وتعملوا بقى ازاي بقى تعملوا وتعالوا بقى توطوا براحتكم. دوسوا بقى التانية. عايزين تغيروا اللون بتاع الاسم، العنوان، هتدوسوا بقى على الستروك. ده بقى اللي انتوا هترسموا على الخط، هتجيبوا اللون الاسود، تعالوا شويه هتبقى بالمنظر ده. دوسوا بقى على تحطوها بقى في المكان اللي انتوا عايزينه، هتدوسوا على علامه الصح. بس كده خلص وتنزلوه، واتمنى اللي تعجبكم.